يقول كيف الجمع بين قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وبين حديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وإنما كان يحكي قول نبي سابق، يحكي قول نبي سابق، ولم يستغفر هو للمشركين. الثابت عنه أنه يقول اللهم اهدي قومي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون.